Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette pour les croissants. هنا لي كرواسون عندنا لا باك لوفي. لا باك لوفي هي العجينه مخمره. هنا عندي 500 غرام تاع فرينه. كي تحبي توزني بالكاس استعملي هذا الكاس. الكاس اللي يرفد 200 مليلتر. شوفوا هذا الكيسان يرفدوا 210 مليلتر. كي تحبي ديري 500 غرام فرينه ديري 4 كيسان يكونوا بيان معمرين وممسوحين. جو سي بلي عندكم كاع هاد الكيسان. هنا عندي نص كاس زيت. عندي ان كويارا سوب تاع خميره الخبز ما تكونش بزاف معمره. وهنا عندي ان كويارا سوب بودر دو لي. هنا كي ديري بالغرام 15 غرام. وهنا عندي ان بلون دوف. وهنا عندي 50 غرام سكر. هنا 50 غرام سكر كي ديري بلا كويارا سوب ديري 2 كويار يكونوا بيان معمرين. هنا عندي خل فينيغر بلون. هنا عندي ليكستري دو فاني تقدري تستعملي ميم بودر دو فاني. هنا عندي ان كويارا كافي تاع لو سيل وبيان سور الماء باش نطنبيه يكون تياض. وهنا لا مارغارين دو فيتاج في 500 غرام فرينه تقدروا ديروا 200 حتى 250 تاع لا مارغارين دو فيتاج. الوغ انا ندير 250 غرام تاع لا مارغارين دو فيتاج. الوغ نبداو في لا روسيت تاعنا. هنا فرينه رطل فرينه نحط الخميره اللي قلنا ان كويارا سوب 10 غرام. نحط 50 غرام تاع السكر اللي قلنا 2 كويارا سوب يكونوا بيان معمرين. نحط بودر دو لي اللي قلنا ان كويارا سوب 15 غرام. نحط الزيت اللي قلنا نص كاس زيت تاع لاتاي. ان كويارا سوب فينيغر بلون ونزيد لو بلون دوف. وندير ليكستري دو فاني. الملح نخليه يتعجن شويه ومن بعد نحط الملحه. انا نحط الماء تاعي نحط بشويه بشويه. لاباط لازم تكون عندي اون بات شاده روحها طريه. شوفوا سي لو ميم برينسيپ كي تعجنوا بيديكم. لاباط تردوها ليس وتولي طريه. شوفوا لي كرواسون ما يسحقش ما يدومونديش بزاف العجينه. هنا نبدا نزيد الماء بشويه بشويه. ديروا بلا عقل. هنا نزيد الملح تاعي قلنا ان كويارا كافي. هنا نخليه يتعجن 5 مينوت. اونتخو طون نحكم 250 غرام تاع لا مارغارين دو فيتاج ديرها بابي كويسون ونطريها شويه. فوالا شوفوا لاباط تاعنا كيفاش تكون. تكون طريه وشاده روحها باش تجيكم سهله كي تخدموا لي 3 تور تاعكم. ما لازمش تكون بزاف جاريه تعييكم. شوفوا تجي طريه وشاده روحها. الوغ دوك هنا نديرها في ساشي اليمونتير ونديرها في فريجيدار ونخليها تريح ساعه بيان سور تخمر. انا حنديرها في فريجيدار تريح ساعه كما قلت لكم. تقدروا ميم هاد ليطاب كما راهي هكذا تبيتوها حتى لو لوندومان تخدموا لي 3 تور تاعكم. قد ما تريح لا بات تاع لي كرواسون لي كرواسون تاعكم يجيكم بيان. الو دوك انا نخليها تريح ساعه ونعاود نولي لكم ان شاء الله.
فوالا نشوفوا العجينه تاعنا خليتها ساعه هي تخمر فوالا شوفوا كيفاش تجي دي غازي ما بات هي مثل السقشه بصح عاونوها شويه بالفرينه ما تكتروش Voilà, on a la pâte rectangulaire. On a tourné qui fait tourner la margarine de feuilletage. On a directement à la pâte. Voilà. ونغلق نطوي لاباط تاعي وبيان سور نسودي هنا الفتحات لازم بيان تغلقوها باش لا مارغرين ما تخرجش فوالا هنا نبدا نحل ندير شويه فرينه ما نكترش Alors, شوفوا هنا ندير ان تور دوبل وندير ان تور سامبل هنا نبدا البرومي نديرو دوبل تور نطوي تقدروا ميم ديرو 3 تور سامبل نزيد نطوي هذه الجهه توجو خليو هنا الفراغة ونزيد نطوي على زوجة فوالا هنا درنا دوبل توغا ونزيد ندير ان توغ سامبل نسيي ماكسيموم منديرش بزاف فرينة فوالا دوك هنا ندير تور سامبل فوالا دوك هنا درنا 3 تور الوغ ندير لا فيلم اليمونتيغ
Voilà, donc la pâte taille, donc là, le film alimentaire. Donc, on va la frigidaire. On va le temps de repos, une heure. Je vais vous dire que nous la pâte taille. Voilà, je vous la dire. Je vais vous dire une heure. Je suis à farine, je vais vous dire. Si au maximum, je vais vous dire. On va la pâte taille. Voilà, on met les chutes. Voilà, donc on a envoyé à la zouj. Je ne dirais pas que la trace. Voilà. Donc on a mis là. Voilà, دات لا تراس برك هنا نقطع العجينه تاعي فوالا هنا نبدا ندير شوفوا تقدروا ديروا ان كارطون تقدروا ديروا 8 سنتيمتر على 16 سنتيمتر باش يجيكم لي كرواسون كاع متشابهين ايكم تقدروا ديروا عينكم ميزانكم نبدا نقطع الحبه ديالي فوالا شوفو كيفاش نقطعهم هنا شوفو نخليهم يريحو 5 مينوت قبل ما نفاصوني الكرواسون تاعي فوالا فوالا خليتها تريح 5 مينوت شوفو لازم هاد ليطاب تخلوها تريح 5 دقايق باش يجيكم ساهلين كي تفاصونيو لي كرواسون تاعكم الو شوفو دوك نحكم وحده هنا نجعدها في الكوتي ونجبد شويه مابات هنا نلصقها في البلون دو ترافاي ونحكم الموس ندير فتحه هنايا ونبدا نلوي هنا نزير شويه فوالا بلا ما نزير من بعد كي نلويها بلا ما نزير وحدها تمشي فوالا شوفوا الحبه تاع الكرواسون تاعنا بيان سور هادي زيدوا رقوها وحطوها من تحت كي تحطوها في البلاطو تجي من تحت الوغ لو بلاطو تاعي انا درتو بافي كويسون فوالا دوك نكمل كامل شوفوا معايا نفد وحده ونجعدها
الجبد منا في الكوتي ندير فتحة وهنا في لابوينت نحطها في البلان دو ترافاي نبدا نلوي نزير شوية أبان هنا ماشي بزاف فوالا غير نخدم هاد لي كوتي نبدا نلوي وتروح بالعقل هكذا بلا ما نزير هادي توجور نرققها شويه ونحطها من تحت باش تلصق وكي نحط لي كرواسون تاعي نحطها الفتحه تجي من تحت نحطها في سنيوه ونخلي سيباراسيون بيناتهم هنا نوري لكم كي تحبوا ديروا لي كرواسون تاعكم يجوا كي هليلات نبدا ندور هنا لازم تجي طويله باش كي تخدمي لا فورم هلاله فوالا من بعد نروح والفتحه هذه نزيد نرققها شويه ونديرها من تحت وهنا في لي كوتي نجبدها هكذا نسقها هكذا شوفوا نسقها هكذا فوالا هكذا ديروها هي وحده تنحل في الفوغه فوالا نحطها في البلاطو دوك نزيد ندير لكم توجور نجعد مع بات لا بوينت نلصقها في لو بلان دو ترافاي ندير فتحه ونلوي ندور لا بات تاعي نزير شويه ابان ماشي بزاف كي تخدموا الهليلات لازم العجينه تكون عريضه في هاد لي كوتيه فوالا ندور كي نلحق هنا نرقق لاباط ونديرها من تحت فوالا وهادو مال لي كوتي نشدهم هكذا فوالا دوكا كيما راهم هكذا انا نباديجونيهم دوكا وكي يزيدو يخمرو نزيد ندير لهم لا دورور هنا راني دايره ان اوف اونتي درت شويه نسكافي فوالا انا كي بديت نفاصوني لي كرواسون تاعي لو فور تاعي كان شاعل شعلتو على 190 درجه مئويه شوفوا لي كرواسون تاعكم خلوهم بيان يتحمروا باش الداخل يجي لو فيتا الشباب وميم طون يطيبوكم بيان الداخل هنا نوري لكم لي شوت كي قعدوا لكم لي شوت كيفاش ديروا هنا كي قعدوا لكم لي شوت طموهم هكذا ما تعجنوهمش حطوهم هذه فوق هذه نحلهم شويه ندير شويه فرينه فوالا نحلهم 2 مليمتر وندير دي بوندولات شويه عراض هكذا ونلويهم شوفوا نلويهم هكذا فوالا هكذا وندير لهم لا دورور ونخليهم يخمروا ونطيبوهم شوفوا هنا خمروا لنا نزيد لهم ندير لهم لا دورور ديروا ابان سينو لا بات تاعكم تحبط سينو لا خطو ديروها خطره مع الاول وخلاص وخليوها
فوالا لي كرواسون لي درناهم معاكم اليوم. فوالا هادوما لي شوت. فوالا كيما درناهم تورسادي طيبناهم، شوفوا كيفاش يجي. دو بريفيرونس خليهم حتى يبردوا. فوالا هنا قطع لكم حبه وتشوفوها. فوالا لي كرواسون تاعنا لي درناهم اليوم، عطيت لكم اون ريسيت ناجحه 100%. فوالا لا ريسيت دوجوردي لي درناها معكم اليوم، جيسبر عجبتكم لا ريسيت. ديروا توجور جيم باش يجيكم جديد. على بروشين.